ولا صبر انقضى ولا طاوى الماضي النسيان. أحن أنا وأشتاق لأبي وفي خبايا قلبي آلام. ضاع حلمي راح في عز شبابي يومها كان آخر سلام. بات صدري يخفي سر عذابي وفي معنى صوتي كلام. Merci beaucoup. يونس. أغنية جميلة بإهداء وتحية خاصة منا لكل الآباء اللي كيتابعونا على القناة الأولى، تحياتنا لكم. يونس، غادي نمشيو دابا الفقرة اللي ولات رئيسية في موسم ثاني ديال برنامج تغريدة، فقرة ما كتعجبنيش. من خلالها كنسمعوا الصوت ديال الناس اللي ما كيعجبهمش يونس ميغري واللي عندهم ملاحظات وانتقادات لهم. نمشيو. مرحبا. مسيو ما كتعجبنيش، مساء الخير. مساء النور. يونس. نعم. ما كتعجبنيش. مرحبا. انا كنعرف راسي كنعجب العيالات بزاف. انت راجل ما يمكن ليش نعجبك. ما كتعجبنيش حيت بقيتي عايش على نجاح اغاني مجموعه الاخوان ميغري القديمه، ومن بعد ما كاين لا جديد لا انتاج لا مواكبه لتطور الاغنيه. فين هو يونس ميغري ولد اليوم؟ لا نجاوبه، ماشي مشكل. لا سي با ان بروبليم، جو بو ريبوندر فاسيلمون سيت كيستيون، لانه يمكن ما كتبعش الاحداث بالنسبه للصحافه وشنو كيتقال وعلاش وقفنا حنا كاع على قضيه انتاج. لانه كيف قلت في البدايه ديال البرنامج، كانوا شركات فرنسيه اللي كانوا كينتجونا، ولكن حيت القرصنه في هذه البلاد هذه يعني مباحه، معلوم حتى شركه ما تبغي تنتج فنان مغربي. واش انت سمعتي شي اغنيه ديال عبد الوهاب الدكري جديده من لو ريبيرتوار ديالو؟ واش سمعتي شي اغنيه ديال عبد الهادي بالخياط؟ ما بقاش انتاج موسيقي في المغرب، ولا غير هاد الشبان مساكن كيتضربوا مع الوقت كيشري سانتي وكيسجل داك الشيء وكيلوحوا في يوتيوب. دونك سي با نوتر كان، انا ما يمكنليش ندير جيتاره ونلوح داك الشيء في يوتيوب. اجي لعندي للدار، و الا كنتي مونتيج مزيان وعندك امكانيات اجي نتجني. ومرحبا بك يونس. ما كتعجبنيش حيت واحد النهار شقات لي قلتي اجي نولي ممثل. واش التمثيل محتاج غير الزعامه صافي؟ زعما التكوين غير مهم؟ ايوا راك شتي كاين شي مخرجين قال لك بلي الاخراج شنو هي اكسيون و صافي هادشي اللي كاين. دونك الا بان لك انت بلي التمثيل ساهل اجي ديرو، مرحبا بك، نشوفك مع المخرجين صحابي ندبروا لك على شي دور. لا انا الا بغيت ندير التمثيل غادي نمشي نقراه. ايوا انا ما كانش عندي الحظ باش نقرا في مدارس، ولكن قريتو افيك لي بلو غون رياليزاتور دو موند كي سون باسي بار ورزازاتي مراكش. الا تبعتي الاحداث ديال المذاكره ديالنا غتسمع، وعندك الحق تقول اللي بغيتي يعني ما ماشي. ايوا الا كنتي باغي دير تمثيل سير قراه فعلا، لانه يمكن انت ماشي موهوب، يمكن خاصك تقرا باش دير شي حاجه بحال الفن كنظن. يونس حبيبي ما كتعجبنيش. ماشي مشكل، حيت واخا في 60 سنه باقي كتقبل تلعب دور ديال داك الراجل البوغوس الكلاس اللي باغي يجذب الجنس الاخر. دابا كاع هاد المخرجين مساكن غيتسناو غير يونس ميغري باش داك البوغوس اللي كيتهضر باش يديروا في الفيلم ديالهم. الا ما كانتش واحد الدلاله سجن ما بلاص نيتي با دون ان فيلم جوني سوري جامي، ما عمر تلقاني في شي فيلم اللي ما كانتش بلاصتي فيه. وكنظن بلي المخرجين هما اللي كيعرفوا اش كيديروا. ولا انت مخرج؟ لا. وسير تقرا الاخراج وعاد اجي تذاكر معايا. يونس ما كتعجبنيش حيت معروف في الوسط السينمائي انك مادي، والدليل انك تقبل انتاج الموسيقى التصويريه ديال العديد من الافلام وكتناقش الجانب المادي
قبل ما تقرا السيناريو؟ يمكن لي نجاوبك، يمكن لي نجاوبك. واش كاين شي انتاج يدير بلا امكانيات؟ باغ اكزومبل ها هو السي مصطفى الكراكي اللي معنا هنا، واش هاد لو فورماسيون جاوا مجانا خاصنا نخلصوهم باش يدوزوا معنا؟ لا. بالنسبه للموسيقى التصويريه، واش غادي نجيب موسيقيين وديهم استوديو وشكون غادي يخلص؟ المنتج ضروري تذكر معاه في الانتاج، لانه المشكل ديالنا هو ديما في الانتاج. اوغوزمون كاين السينما فيها واحد صندوق الدعم اللي كيعاونها. لو كان ما كانش صندوق الدعم في المغرب ما عمر تكون سينما في المغرب، لانه كنعقل كنا كنجو فين كل سنتين ولا ثلاثه سنوات عاد كيتنجف فين. دابا ولينا كنجو 20 فين حتى 25 فين سنوين، ولكن هذا الشيء كيرجع الانتاج، كيرجع الامكانيات الماده. انا كنقولها بار اكزومبل، غنجبد لك واحد الموضوع بسيط. واحد النهار عيطوا لي قالوا لي اجي، قلت لهم وي وي، عطوني النص من داك الامكانيات اللي كتعطيو الاجانب اللي كيجيو المغرب. واحد كتعطيوه مليار، انا نعطيو لي غير 500. علاش؟ ماشي قضيه نديرهم في جيبي، انا جي با بوزوان دارجون. انا انسان كيف كتقول الوالده ديالي كنشمي يدي وكنشبع، دونك لو بروبليم نو سوبوز با سو نيفو لا. غير هو هذاك الاجنبي اللي كيجيب مليار كيجيب معاه فيلارمونيك موراه، كيجيب مهندسين الصوت، كيجيب شي با رقاصه، كيجيب ليكيب ديالو، هذا اللي كيمشط ليه، هذا اللي كيغسل ليه رجليه، هذا ما عرفت شنو. وحنا كتعطيه جوج دريال باش يدوز بقيطاره وبندير، وانا ما عنديش البنادر بعدا لما كنت صوغيتي بلو سامبل. ولكن حتى انا جي بوزوان دان فيلارمونيك. هذاك لو فيلارمونيك باش كيفاش غيمكن لي نجيبو؟ غير قول لي انت اللي فاهم وما كنعجبكش، فسر لي كيفاش غادي يمكن لي ننتج شي حاجه بلا امكانيات، بلا ما تهضر في الماديات. ولكن ما كنهضرش على الماديات بالنسبه لي انا، كنهضر على الامكانيات الانتاج. هذا هو الفرق.